وصفة اليوم بيض مع الفتة والسبانخ بالخبزة. حميت شوية زيت بالمقلة وهوست البندورة الكرزية. بس هرطيت البندورة شلتها عن المقلة. حطيت 200 جرام سبانخ متلجة بالمقلة مع رشة ملح وهوستها لخمس دقايق. رجعت زدت عليهم بيضتين مخفوقين وحركتهم تنطبخ البيض. زدت 20 جرام فتة على البيض وخلطتهم. شلتهم عن المقلة وعبيتهم برغيف خبز مقصوص بالنص.